يعد طارق يحيى هو أحد نجوم الكرة المصرية على مر التاريخ، وأحد أبرز الموهوبين الذين مروا على طريق القلعة البيضاء. اللاعب صاحب القدم اليسرى التي صنعت التاريخ الكبير كلاعب ومدرب متميز، ترك بصمة واضحة. نجم الزمالك والكرة المصرية في عصره الذهبي والمدير الفني المتألق. ولد طارق يحيى عبد الحميد في كفر الشيخ عام 1961. الموهبة الفزة التي كانت حديث الأخبار الرياضية منذ البداية، ولما لا وهو أحد اللاعبين القلائل الذين بدأوا مسيرتهم مع الكرة في سن متأخرة، عندما انضم لنادي الزمالك في اللين الأولى وهو في سن 19 عاما، إلى أن موهبته أجبرت المتابعين التقاضي عن سنه الكبير نسبيا وقتها. واستغل طارق الفرصة عندما واجه الزمالك وهو في سن 20 عاما محرزا هدفين في مرمى القلعة البيضاء، لينضم مباشرة إلى النادي الملكي ويكتب رحلة ذهبية بأحرف من نور مع منتخب مصر. ساهم يحيى في فوز المنتخب ببرونزية البحر المتوسط وكأس أفريقيا 1986، وكان ضمن قائمة الفريق الذي مثل مصر في كأس العالم بإيطاليا 1990، لكنه لم يشارك في أي مباراة. واعتزل يحيى الكرة في سن مبكرة نسبيا عام 1992 وهو ما يزال في 32 من عمره، ليحرم الكرة المصرية من موهبته وتسديداته القوية، ولتبدأ مسيرته الذهبية في مجال التدريب الذي تألق فيه. وأصبح إيدر الكرة المصرية أحد أبرز المدربين على الساحة الكروية المصرية مع مسيرة طويلة، كما درب كل من الإنتاج الحربي والمقصة والمصري والإسماعيلي والشرقية وطلائع الجيش وهجر السعودي والزمالك وبتروجيت. ويبقى موسمه الأبرز 2009-2010 مع الإنتاج الحربي، الفريق الصاعد حديثا وقتها، ليبدأ مغامرة كبيرة تضاف إلى تاريخه ومسيرته التدريبية.